تقريبا على اهتمامكم بانتخابات النقابه، وان شاء الله باذن الله الفتره الجايه نحاول ان شاء الله ننفذ جزء كبير من احلام الدكاتره الاطباء، وان شاء الله اول اهتماماتنا هو قانون المسؤوليه الطبيه، وان شاء الله طالما كلنا سعينا في تطبيق الامور باذن الله دي اول حاجه في الخطه. احنا عندنا خطه بنحاول تلبي اغلب طلبات زمايلنا واخواتنا الاطباء، وان شاء الله ربنا يكرمنا ونقدر بدعمهم ودعم والتعامل مع جهات الدوله والتنسيق مع النقابه العامه ان شاء الله ربنا يكرمنا ونقدر نخلص كل الطلبات اللي احنا عايزينها باذن الله. قلت لحضرتك وجه كلمه للاطباء النهارده في النهارده بقول لهم الف شكر، يعني شكرا جزيلا على حضوركم. النهارده ما كانتش انتخابات، دي كانت احتفاليه جميله جدا. كل المتنافسين بشكرهم جدا جدا جدا، كل الناس حضروا وحضروا بكثافه، يمكن النهارده يمكن اعلى رقم حضر في انتخابات النقابه المنوفيه. الحقيقه وكانت الروح قويه جدا وحلوه جدا جدا من كل المتنافسين، لدرجه ان احنا يعني كنا بنتبادل الصور مع بعض، المتنافسين كلهم قاعدين مع بعض وبيتصوروا مع بعض، كلنا زملاء واخوات في الاخر، فبقول لهم الف شكر ليكم ان شاء الله. شكرا جزيلا.